لن تتردد كمية الفرنسية ابنة الرابعة والعشرين في قصد مشغل ماكسيم لتفصيل نظاراتها الطبية بنفسها، إذ يمتهن هذا الشاب الفرنسي تلك الحرفة منذ سنتين لمن يحب اقتناء نظارات من صنعه. فماكسيم هو الوحيد في أوروبا الذي يعلم زبائنه صناعة نظاراتهم الخشبية بأنفسهم. يبحث الزبائن اليوم على الانفرادية فيما يقتنون من قطع ما يدفع البعض منهم إلى قصد مشغل هذا وصناعة نظاراتهم بأنفسهم وفهم آلية تصميم وصناعة النظارات قبل ارتدائها. أصنع في مشغلي هنا ثلاثة أنواع من الإطارات الخشبية الفرنسية، ويمكنني أيضا صنع نظارات من أخشاب أخرى كخشب الصنوبر والسنيان، وهذا يعتمد على طلب الزبون. بعد اختيار لون ونوع الخشب المناسب لبشرة زبونه، يقوم ماكسيم بصقل طبقات صفائح الخشب وأخذ القياسات المناسبة رقميا لملامح وجه زبونه، ومن ثم يبدأ بتشكيل الإطار لفترة قد تستغرق 8 ساعات. أحببت تعلم صنع نظارتي بنفسي إذ لم أجد ما يناسب ملامح وجهي من إطارات في الأسواق الباريسية، ما دفعني لقصد مشغل ماكسيم إذ صنعنا سويا نظارتي من الألف إلى الياء. فكرة جميلة، ما على الشخص الآن إلا اصطحاب هذه النظارات التي صممها بنفسه والذهاب لأقرب متجر بصريات ليختار العدسات الطبية الملائمة. ليث بزاري، العربية، باريس.